والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف رغم قساوتها أحيانا، بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب ورفع التحديات. ولا يفوتني هنا أن أوجه تحية إشادة وتقدير لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يبذلون كل الجهود من مختلف المنابر والمواقع التي يتواجدون بها. والمغرب الحمد لله يملك جالية تقدر بحوالي 5 ملايين إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج في كل أنحاء العالم، ويشكل مغاربة العالم حالة خاصة في هذا المجال نظرا لارتباطهم القوي بالوطن وتألقهم بمقدساته وحرصهم على خدمة مصالحه العليا رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم. زلزال ضرب المغرب، ناس مشاو ليهم الطيور، دواور تمسحوا بحال عمرهم كانوا. الشعب شنو دار؟ الشعب وقف مع الحمود، الشعب عبر على الوطنية ديالو. احنا مغاربة ماشي غير بالفم، احنا مغاربة باش ملا جيتونا بشعار الله الوطن الملك. مشرق الأنوار، منتدى السؤدة وحماه، قبلة المحبين وموطن الكرماء والشرفاء، مغرب العز بين الأمم، بلاد البربر والأمازيغ والصحراء، منها انطلقت جيوت الفتح لتبني حضارتها في بلاد الأندلس، وفيها جبال الأطلس الشامخة وهي موطن الأسود. من ترابك، من مائك، من جبالك، من هوائك، من أريافك، من مدنك، من كل شجر وحجر يسكن أرضك يا مغرب، تشربنا السمو والسؤدد. ألا تنشدون كل صباح إخوتي هيا للعلا سعيا؟ ألم تغنوا في ليالي الأنس؟ عمرك شفت الإصبع خايف كيف خلع؟ هيا بنا، هيا بنا أيها السبع الأطلسي الشرس إلى حلم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أراه وأنا أقف على جبال الأطلس براية الحمراء، أقف فأرى الشك في لشبونة وأرى اليقين في الرباط وفي كازا. أنزل البحر فأعبر المضيق ليخبرهم تلك جارتكم وجارتنا، فاسألوها عن اليوم واسألوها عن الأمس، واسألوها كيف إننا لا ننثني، لا ننكسر، لا نهزم، ولا نغرق أمام أساطير ماجلان وأحفاده. إن عدتم عدنا وإن جئتم أغلقنا جبل طارق وأطلقنا الأسد الأطلسي بكل ما فيه من نهم وحلم وعروبة. خذينا يا مغرب، خذينا إلى السماء، وما أجمل أن نبكي في السماء، فستسقط الدموع في أرض عربية من أجل راية عربية. خذينا يا مغرب، فأنا تواق للفرح كأي عربي ضاق من الهم والحزن والانكسار. خذينا يا مغرب، فاليوم كل الآمال معلقة ما بينا. دائما دائما من يمثل المغرب خارج الديار يكون مصدر فخر بالنسبة للمغاربة على جميع المستويات. قبل فترة كنت في المغرب وشاهدت حقيقة مدى الفخر والاعتزاز بالنسبة للمغاربة لمن يمثلهم خارجيا، لمن يمثل المغرب خارجيا، لمن يحمل اسم المغرب، ومدى الشغف الكبير اللي موجود عند الشباب المغربي لأن يحمل اسم بلاده أيضا هو الآخر خارجيا. المغاربة فيهم من الشيء العجيب حقيقة ما يحملونه. زرت المغرب في أكثر من مرة، والله والله ما وجدت فيهم إلا الحب والتقدير والكرم والحرص الكبير على دينهم وتقاليدهم وعاداتهم. والله زرتها وما وجدت فيهم إلا كما قال فيهم الحجاج: المغاربة لا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا وتاج على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه. فانتصر بهم، فيهم فهم خير أجناد الأرض، واتق فيهم ثلاثة، اتق فيهم ثلاثة: نساؤهم فلا تقربهم بسوء، أرضهم وإلا حاربتك صخور جبالهم، دينهم وإلا أحرقوا عليك دنياك، وهم صخرة في جبل كبرياء الله
يتحطم عليها أعداؤهم وأعداء الله. هكذا وجدت المغاربة وهكذا هم، هكذا هم بطيبتهم وتعاملهم ورقيهم وكرمهم عفض الله المغرب وأهل المغرب وأدامها دائما أبية حرة وأدام عليها الأمن والأمان بحول الله، بلدا عربيا نفخر به وبكل من يمثله. هذا هو المغرب، كنفتخر بانتمائنا لهذا الوطن الحبيب، بانتمائنا لهذا الشعب الغيور، النساء المكافحات اللي كيعطوا من قلبهم، كيعطوا من جهدهم، كيعطوا من وقتهم. شكرا لكل واحد ساهم بالقليل قبل من الكثير، شكرا للغيرة، شكرا للحب، شكرا للمواساة، شكرا لدموع الحزن ودموع الفرح. فعلا خصنا نفرحوا لأننا شعب لن نتكرر مرتين، من شماله إلى جنوبه برجاله وأطفاله. الحياة كلها توقفت ولا الهدف واحد ولا المبتغى واحد، تحد نوع منا يد في يد، يد في يد باش نقدروا نعاونوا، باش ما كان نعطيو من دمنا، نعطيو من وقتنا وجهدنا، لأن المصيبة أصابتنا جميعا. جميعا توحدنا برأي واحد ومبتغى واحد وهدف واحد، أننا نعاون هاد الناس اللي فقدوا عائلاتهم وفقدوا أولادهم. ودائما تحت الشعار الله، الوطن، الملك. المغاربة قادرين يعطيوك درس في أي شيء، أن ولد صغير يطيح في حفرة بحال ريان يعطيوك درس، يشاركوا في كأس العالم يعطيوك درس، إذا ضربوا مزلزال يعطيوك درس. حقيقة تضامن المغاربة وكيفية التعامل مع الأزمة والمساعدة تتفوق حتى على شنو انت كتخيل، يعني أو شنو انت كتمنى. غريب، غريب أن الشعب يتفوق على الطموح، الشعب يتفوق حتى على ما تتمناه من صور، من صور التضامن. شوفوا، بغيت نقول واحد الحاجة، هنيئا لينا بعضياتنا قسما بالله. عرفتوا جيت كنتقدح إن شاء الله غادي نشدوا الطريق اليوم، و تفاجأت وتبورشت بكمية الناس اللي باغا تعاون. تيلمون شوفوا، تيلمون أنا غير كندور باش نتقدى، كاين اللي كيجي رجاء غادي عافاك بغينا نصيفطو معاك عافاك، وكتحشم تقول ليهم لا. سانسيغمون الخير ما يمكنش تقول ليه لا. عرفتوا واحد الأجواء زعما هنيئا للمغرب بالشعب ديالو. زلزال اللي ماشي حرك غير الأرض، حرك حتى الإنسانية اللي عندنا مع بعضياتنا. كتشوف شعب هو نايت كيدير خدمة اللي الحكومة نورمالمون خصها تكون دايرها. كلشي خارج يتقدى، كلشي باغي يعاون، كلشي دراري صغار كبار، الناس اللي عندهم فلوس اللي ما فحالهمش، ناس خارجة كتقدى وكتعطي للجمعيات. كاين اللي لا خارج بيديه يتقدى ويوصل بيديه لدوك الدواور ويمشي هو عندهم ويعطيهم. تعب ما يمكنش. عاتي راني فخورة بزاف أني مغربية قسما بالله. اللي قادر يعاون بأي حاجة ما تبخلوش، هاد الوقت محتاجين بعضياتنا بزاف. كندير هاد ستوري باش نقول الناس الله يعطيكم الصحة، والله إلا هادشي مفرح جدا. الناس كيعاونوا، الناس كيتبرعوا بداكشي اللي قدرهم عليه الله، القليل ولا الكثير، مواد غذائية، غطاء، فراش، مهم أي حاجة شي واحد قادر يتعاون بها كيتعاون بها. الناس راه كيجمعوا في المدن باش يشارجيو الكاميونات باش يشدوا الطريق في هاد اليومين. كاينين الناس اللي ديجا صيفطنا شي ناس هاد النهار الله يجازيهم بخير من ايميل تانو، تقداو خداو شي بركه باش يوصلوا هالدواور اللي في ديك الجهه اللي متضره. مشاو لازرو الكينا، واقيلا يا ربي نكون كنطق سميه ديال الدوار صحيحه، ما لقاوش شي مشكل كبير الصراحه في الطريق من ايميل تانو لهاد الدوار هذا، ولكن لقاو كاميو ديجا واصل وكيعطي المساعدات، فمشاو يقلبوا على دواور غابرين كتر. أمز ميز حتى هي قالوا لي بالله راه وصلوهم شي مساعدات، ولكن هادشي لا يعني ان الناس صافي راه مكتفين. دابا حنايا كنحاولوا بداكشي اللي قدرنا عليه الله نيكيليبريو الدواور باش حتى الناس اللي غابرين، حتى الدواور اللي غابرين ما وصلهم حتى شي حاجه، توصلهم شي بركه على قد الحال. ولكن الناس اللي باقين كيشارجيو الكاميوات باش يمشيو لهاد المناطق في هاد اليومين، راه هادشي كيتكونسوم، دونك راه تقدروا تمشيو حتى لهاد البلايص اللي كيوصلكم بانهم راه وصلوهم ديجا المساعدات، حيت الناس كيحتاجوا كثر. تحية الحاج، راك خدام واش خديت؟ يا ريت لو كان وحدنا نوصلو بيديها. الناس ديال العيون قد ما قافينا الحال من الزلزال، من المشاهد المرعبه اللي شفنا، قد ما فرحنا من شفنا هذا الكم الهائل ديال التبرعات من سكان مدينه العيون. شوفوا تبارك الله هذا الكم الهائل ديال
ديال التبرعات من عند ساكنة مدينة عيون، وهاد الشباب متطوعين من أجل الخدمة هنا في هاد الكراج. كيف كتشوفوا التبرعات هي عبارة عن مواد غذائية ومانط كواش، ناس كعارف غادي يكون البرد، ليكوش للدراري الصغار، مواد غذائية عاجلة بحال الزيت والدقيق، المناضة، الفرماج، الحليب. شوف تبارك الله شحال الكم هائل ديال الحليب. وفي هذه اللحظة اللي كنتكلم معكم كيدخلوا الناس كيجيبوا المواد. الناس ديال العيون اللي بغى يتبرع معنا، المركز كاين هاد الكراج اللي كتشوفوا خلف ديالي، كاين في الحشيشة، حي الحشيشة، مباشرة أمام المركز الصحي الاستشفائي القدس. من غادي الحشيشة سول في المركز الاستشفائي القدس، كيف كتشوفوا هنا مباشرة أمامه غتلقاو هاد المركز هذا. مع الناس اللي كتعرفك اللي كتلفن عليك يا مصطفى تليفونك. شوف الساكنه ديال مدينه قلميم بالضبط شارع جديد، جات من عندهم واحد المبادره اللي زوينه، يعني تعاونوا كلشي مع بعضياتهم. تعاونوا مع بعضياتهم، تقداو جميع المواد الغذائيه، يعني المانط، الحوايج، كلشي داكشي اللي هادي خصهم. عمرو تقريبا دابا جايين جوج كاميوات، وقيلا هادي شدوا الطريق هاد الليله. شكرا ليهم، فرحنا والله الا فرحنا ملي باقي الخير في وليدات بلادنا، راه هادشي حاجه كتفرح. اللهم بارك. شاش افريش ها كورتات هادشي هذا كيتواجد حومة الشوب حي بن كيران حدا سبيلة تشاطرة. الشباب ديال الحومة حي بن كيران قاموا بهاد المبادرة في الأول غير بالضحك أخوتي، حق الله هاي مع بعضيتنا هيدا تجبرنا راسنا قلت الناس كيجيبوا لنا كلشي، شاف هاد المبادرة كلشي كيمشي كيشوف صخرة مزلانة كيمشي كيتسخر كيجيبها، اللي يقدر يجيب الحوايج، اللي يقدر يجيب حليب، سكر، مواد غذائية. هانتوما الشباب كيتعاون قريبة تما إن شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا ها هما، كاين الفراش، كاين الكوش، كاين الوسايد، كاين لي كوش، لي لانجيت، لي بيسكوي، أتاي، الحليب، الزيت، الفارينة، الصابون، فرماج، لي صوص طوماط، الطون ها هو تبارك الله بكثرة، التمر، يعني اي حاجه اللي تكون كونسيستانت وما تخسرش دغيا. الماء 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 والحليب الماء والحليب. ها هما الملابس ديال الشتاء، الكسوه ديال العيالات، ديال لي زونفون، ديال الرجال. ها هما تبارك الله الناس بداو كيجيبوا، يعني هذه المبادره يلاه بدات هذا النهار هذا، وها حنا تبارك الله كاين ما نقولوا كاين مساهمات. نتمنى انكم تجيو بكثره، راهم هنايا 24/24، دونك تقدروا تجيو في اي وقت لهنايا، العساس يحل لكم، تدخلوا تلقاو الناس اللي يشدوا عليكم ويحطوا. وكما قلت لكم وغنعاود لكم، راه ماشي ضروري تجيبوا الفلوس، راه جيبوا اللي كتب لكم الله. جيبي قبصه سكر ولا جيب قبصه سكر ولا قبصه تمر ولا وحده على وحده على وحده على وحده، راه يوليو مئات وعلاش ماشي الاف. دونك كما قلت لكم راه لا سوسيتي دو ترونسبور موفره هنا في مدينه وجده دي كونتينر كبارين ودي كاميون كبارين اللي غيخرجوا وغيوصلوا هذا الشيء هذا للمناطق اللي نائيه اللي راها كاينه، وان شاء الله تكون في ميزان الحسنات، ونعاونوا بقدر الامكان الناس اللي راهم عريانين وفي الخلا ناسين. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. الله يبارك. مازال دابا راه 9 ديال الليل ومازال التبرعات مستمرة هنا، مازال الفوق تا هما الدراري كيجمعوا هنا في هاد البلاصة. الكاميو راه هذاك شارجا ما شاء الله، الله يبارك. ومازال الناس كيجيبوا، مازال الناس كيجيبوا كيعطيو. دويت معايا قالت لي الناس فريمون كيعانيو ما وصلهم حتى شي حاجة،
هاد البلاصه هادي هما مصورينها هنايا وريتني بزاف ديال التصاور. قري لي اين بلاصه كاينين هاد الناس هادو؟ اين منطقه وعتر الدمار الله يشوف فيهم الله يحد الباس. اين منطقه بالضبط باش الناس اللي غاديين بالتبرعات يقدروا يمشيو عندهم نيشان؟ دوار امسلان جماعات امكدال قياده وركان عماله تحناوش اقليم الحوز. اقليم الحوز المهم هذه هي لادغيس. الناس اللي غاديين بالتبرعات ما كرهناكمش تمشيو لهذا البلايص لان كونتاكتاو السيدو كونتاكتاو بزاف ديال الناس ما عندهم والو. انتم شوف ساكن الله يحد الباس والله يرحم اللي مات. اول ميساج عندكم لي زامي انتم تاكيس هذا الكاميو كيبغى يمشي فوالا كتجي شي طوموبيل كتجي شي طوموبيل كتجي داك الشيء اللي قسم الله فوالا الناس ما بغاوش يحبسوا. شباب السلام عليكم ورحمه الله. كنا البارح في مراكش جينا بالليل الرباط عاودين عاطين دابا الحاجه اللي هي تتخليك فرحان بزاف رغم كاع هادشي اللي شفنا رغم هاد الجنائز اللي كنشيعوا يوميا هو هاد التلاحم والتعاون والتضامن المجتمع المغربي. راه ما يمكنش حجم التضامن اللي شفت كلشي خدام دراري بنات ناس صغار ناس كبار شركات تبارك الله عليكم. وهذا هو المجتمع المغربي هذه هي حقيقة المجتمع المغربي. هكا كنا وهكا غادي نبقاو متضامنين متعاونين وهذا التضامن وهذا التعاون هو اللي غادي يخلينا نتجاوزوا الأزمة هو اللي غادي يخلينا نتجاوزوا إن شاء الله هاد الكارثة ديال الزلزال وحنا بخير وغادي نخرجوا منها بإذن الله أقوى إن شاء الله. الله يسهل الأمور استمروا الدراري استمروا البنات ما تحبسوش ما تحبسوش في التعاون ديالكم ما تحبسوش من البارتاج ديال هذا الشيء. خليوا كل شيء يعرف بأن المجتمع المغربي مجتمع متماسك مجتمع متضامن مجتمع ديال بصح. عتي والله العظيم أنا مفتخرة بأنني مغربية أقسم لكم يمينا مفتخرة بأنني عندي الدم مغربي وروح مغربية. عتي هادشي اللي شفت فهاد الفاجعة اللي وقعات فريمون شي حاجة اللي واعرة بزاف. المغاربة كلهم متضامنين مع بعضياتهم الشعب كله متضامن مع بعضياته سيغتو الناس اللي ما عندهمش ايماجين الناس الطبقة المتوسطة والطبقة اللي ما عندهاش فريمون مقاتلين وحتى هما معاونين باش يديو الأجر وباش يعاونو خوتهم اللي مساكن واحلين في بلايص اللي ما وصلتهم لا مساعدات لا حتى شي حاجة. والله العظيم إلا شي حاجة كبيرة فريمون العين كدمع والقلب كيتقطع بالفرحة وبالحزن وبكل شيء والله العظيم. كوم الدراري المهم لقيتنا دابا انا والصميمر غادي نمشيو غادي ندير تعاونيه غادي نجمعوا شويه ديال التقضيه ياك غادي نمشيو الدراري برجلينا ان شاء الله غنمشيو برجلينا غنمشيو لتافره وتا الدراري شي دواور تما مازال ما وصلهم حتى شي حاجه فريمون الناس بزاف كيمشيو للحوز كيمشيو لمراكش كيمشيو للمناطق اللي دايرين مراكش غنمشيو ان شاء الله لتافره هذه مبادره.